النهاردة هنكمل المحاضرة الرابعة لـ Subterranean Organs. هنتكلم عن الدراجز الكونتيننج تانينز أو المواد الدابغة والدراجز كونتيننج الكالويدز. أول حاجة هنتكلم على الدراج كونتيننج تانينز، وهو دراج واحد جذور الرطن أو الكراميريا أو الراتاني. ده شكل الروتس سواء سلايسز او البروكن بيسز. الاوريجين درايد روتس اوف كراميريا ترياندرا فاميلي لوجيمينوزي او الفابيسي. الانجليش نيم بتاعه بنقول عليه البوريفيان راتاني. الكونستيتوانت عباره عن تانين فلوبا تانينز. الديكومبوزيشن بتاع التانن بيتكون حاجة اسمها الكراميريا ريد او الفلوبافين. ده النواتج او produced by decomposition of tannin. التانينز بيستخدم كاسترينجنت زي ما احنا درسنا قبل كده في الحاجات اللي فيها التانينز. في مواد تانية بنقول عليها البنزوفيورانز ديريفاتيف اسمها الريتينيا فينول او الريتينيا فينول 1 اند 2، ودي بتستخدم كسان بلوك في مستحضرات الكوزموتكس. الميديسينال اكشن اند يوزز قلنا اللي هو فيها تانين، عشان كده بنستخدمه كاسترينجنت. بيستخدم سواء في التريتمنت اوف دايريا. تاني حاجه بيستخدم كماوس ووش او توث بيست في البليدنج جام، عشان الاسترنجنت افكت بتاعته بيقلل البليدنج. والسوق المصري كان فيه حاجة اسمها الفينوكارامين، وده كان بيبقى فيه فينول كأنتيسيبتيك وفي التنكشر اوف كراميريا علشان الاسترنجنت افكت. موجود كمان كتوث بيست. الريتينيا فينول ده قلنا اللي هو بيستخدم كسان بلوك في بعض الكوزموتيك بريبريشنز. الكيميكال ايدنتيفيكيشن او الكيميكال تيست، اول حاجه المايكرو سبليميشن تيست، وده بيعتمد اللي في مواد موجوده في الكراميريا بيحصل لها سبليميشن او خاصيه التسامي اللي هي تتحول من السوليد فيس للجاز فيس من غير ما توصل للليكويد فيس في النص. فاحنا لو عرضنا بعض الباودرد كراميريا للهيتينج بيبتدي يحصل سبليميشن للمواد دي. ممكن لو عرضناها المواد اللي طلعت دي او الفيبر اللي طالع عرضناه لكولد جلاس بليت هيبتدي يحصل كوندنسيشن للفيبر اللي طالع. الفيبر اللي طالع بيبتدي يحصل له كوندنسيشن، يحصل له سوليديفيكيشن، يدينا نيدلز او كولرليس دروبلتس تحول لنيدلز. لو عرضناها للفيروكلورايد هيدينا فينت ريد كولر. تاني تيست بيعتمد على ان التانينز بيترسب بواسطه الليد اسيتيت. فاحنا لو عملنا ماسيريشن للباودر كراميريا وذ الكول، ماسيريشن يعني نقع، عمليه النقع، نقعنا الباودر كراميريا مع الالكول لمده 12 ساعه وبعد كده عملنا فلتريشن، يبقى كده الفلتريت في تانينز وفي الديكومبوزيشن برودكت اللي هو بنقول عليه الكراميريا ريد. فلو حطينا عليها الليد اسيتيت او الالكوهوليك ليد اسيتيت، التانينز هيبتدي يرسب والديكومبوزيشن برودكت مش هيرسب، الاتنين بيبقى لونهم احمر. تمام، يبقى عرفنا الميكروسوليميشن تيست والكراميريا ريد تيست. الراسب هو التانينز، اللون الاحمر اللي هو البريسيبتيت يعتبر هو التانينز، الفلتريت اللي فوق اللي هو بعد عمليه البريسيبتيشن بيعتبر الكراميريا ريد. تاني حاجه هنقولها النهارده دراجز كونتيننج الكالويدز. اول واحد فيهم الهيدراستس او الهيدراستس كانادنسيس، بنقول عليها بالعربي الخاتم الذهب او الجولدن سيل او اليلو روت او الجليبر ريزل. هنشوفها
كده شكلها اللي هي سميناها بالاسم الغريب ده، هنلاقي اللي هو الروتس عبارة عن الروتس بتبقى يلو، والرايزومات بتبقى عبارة عن حلقات يلو في النص، فعلشان كده اتسمت جولدن سيل. دي البروكن بيسز، كبروكن بيسز الاوريجين دراي رايزومز اند روتس اوف هيدراستس كانادنسيس فاميلي رانانكوليسي. بالنسبة للأكتيف كونستيتوانت، احنا شغالين في البرانش بتاع الألكالويد. ايه انواع الألكالويد؟ ايزوكينولين ألكالويد. اسمه ايه؟ احنا قلنا اسم الدرج اسمها هيدراستس كانادنسيس، فاسم الألكالويد جاي منها هيدراستس اللي هو هيدراستين، كانادنسيس جه منها الكنادين والبربرين. فيها شوية ريزن وفولاتايل اويل. الميديسينال اكشن اند يوزز ليها انتي مايكروبيال ايجنت، انتي اليرجيك، استرنجنت، علشان كده بنستخدمها سواء للسكن او الميوكس ميمبرين اللي فيها انفلاميشن او ان فيها انفكشن. بتستخدم في الهاي فيفر عشان الانتي اليرجيك اكتيفيتي، اليرجيك راينايتس اللي هي ارتشاح الانف، والكولد اند فلو. علشان كده بنستخدمها عشان ليها انتي ميكروبيال ايجنت عاليه جدا، فبنستخدمها في كومباينيشن مع الايشينيسيا. الايشينيسيا ده نبات معروف اللي هو ليه اميون ستيمولانت اكتيفيتي، بنستخدمها للحاجه عشان تعلي المناعه، وعلشان دي ليها انتي ميكروبيال وانتي اليرجيك واسترنجنت اكتيفيتي. بتستخدم قلنا في سواء اصابات السكن او الاي او اي ميوكس ميمبرين فيها انفلاميشن او انفكشن، سواء ساينسايتس التهاب الجيوب الانفيه، كونجنكتيفايتس اللي هي التهاب الملتحمه او العين، اليورينال تراكت انفكشنز. الحاجات دي كلها بنستخدم فيها الجولدن سيل او الهيدراستس. في مستحضرات في السوق ومشهور جدا اللي هو الاميولانت بلس، ده عبارة عن كومباينيشن زي قلنا مع ايشنيسيا مع الجولدن سيل، والكومباينيشن ده منتشر جدا سواء من مصر او بره. ادي برضو مستحضر تاني في الكومباينيشن ده ليها، عشان الطعم المر للألكالويد ساعات بنستخدمها كبيتر ستوماشيك اند تونيك. الكيميكال ايدنتيفيكيشن او الكيميكال تيست، هنعمل عملية المايكرو سبليميشن زي ما عملنا في الكراميريا، اللي احنا نعمل هيتنج للباودر، والفيبر اللي طالع او سبليميت هنعمل له كوندنسيشن على كولد جلاس بليت. هيبتدي يحصل كوندنسيشن الفيبر على الايه، على الجلاس بليت، او ممكن نعمل سلايد جلاس سلايد عادي. هيدينا يلو كريستالاين سابستانت اللي هو هيبقى الايه، عباره عن الالكالويد الهيدراستين. في كيميكال تيست اللي احنا نشوف الحاجات اللي بتدوب في الكلوروفورم، اللي احنا نجيب الباودر هيدراستس ونعمل له اكستراكشن بكلوروفورم، بعد كده نعمل فلتريشن، بعد ناخد الفلتريت ونبخره لغايه ما يتحول لريزيديو او راسب او بواقي الفلتريت اللي هو الفلتريت المركز. هنحط عليه سلفوريك اسيد وكريستال من الامونيوم مولبديت، هيدينا جرين كولر اند يتحول لبلو. الهيدراستس اللي احنا عملنا له اكستراكشن بالكلوروفورم من فوق ده تمام، وبعد كده عملنا فلتريشن، مش هنرميه، هنبتدي نعمل له دراينج ونبتدي نعمل له اكستراكشن بووتر تاني، نعمل له اكستراكشن بووتر تاني، وناخد الاكواس اكستراكت ده ونعمل له فلتريشن دراينس تمام. ايه الريزيديو؟ هنبتدي نعمل له ايه، هنحط برضو عليه سلفوريك اسيد ودروب من البرومين ووتر، هيدينا بلاد ريد كولر. يبقى تاني لو عملنا مايكرو سبليميشن هيدينا
المايكرو سبليميت لونه يلو كريستال، يلو ايه كريستال. لو خدنا الباودر وعمل له اكستراكشن بكلوروفورم، وعملنا خدنا الكلوروفورم اكستراكت ده وبخرناه لغايه دراينس، وحطينا عليه سلفوريك وامونيوم مولبديت، يدينا جرين كالر يتحول لبلو. طب البودره اللي احنا عملنا لها اكستراكشن دي لو نشفناها خالص وبعدين عملنا لها ري اكستراكشن بوتر، ري اكستراكشن ايه بوتر، وخدنا الفلتريت اللي هو هيبقى اكواس اكستراكت هنا، وعملنا له ايفابوريشن تو دراينس، تمام، هيدينا ريزيديو. الريزيديو ده برضو هنحط عليه سلفوريك اسيد، بس هنحط الايه الاكسيدايزنج ايجنت هنا برومين ووتر، هيدينا البلاد ريد كولر. تاني دراج هنقول النهاردة في دراج كونتيننج الكالويد هو الكولشيكام كورم او كرمة الاحلاح. سمعنا قبل كده واحنا بنتكلم على السيدز الكولشيكام سيدز، النهاردة هنتكلم عن الكرمة. يعني ايه كرمة؟ نرجع للانترودكشن نعرف يعني ايه كرمة. ادي شكل الكورم كولشيكام كورم. الاوريجين درايد كورم اوف كولشيكام اوتومينالي فاميلي للياسي. بالنسبه للاكتيف كونستيتوانت احنا لسه شغالين في الدراكس كونتيننج الكالويد. الالكالويد اللي هنا جاي برضو من اسم النبات، هو اسمه كولشيكام، فالالكالويد اسمه كولشيسين، وده هايلي توكسيك، بنستخدمه كانالجيسيك وانتوفلاماتري في الجاوت وفي الميديتيريان فيفر او اللي هي حمى البحر المتوسط. موجود في الماركت المصري باسم كولشيسين والكولميتيدين. ليه بوتنت سايتوتوكسيك اكتيفيتي، يعني اثبت اللي هو ليه انتي كانسر في البيتر ديش، بس لما بدانا نستخدمه في الكلينيكال يوز عرفنا اللي هو ليه توكسيك فيري فيري توكسيك اكتيفيتي بالجرعات اللي هي سايتوتوكسيك، بتعتبر توكسيك للانيمال لو احنا اشتغلنا على اللاب انيمال، او كمان توكسيك للهيومنز. بيستخدم كمان في كابلانت جروس ريجوليتور اللي هو بيضخم الحجم الثمره، وهنشوف في السلايد الجايه بيعمل ايه بالظبط. عندهم الجاوت، والجاوت بيبقى عباره عن زياده اليوريك اسيد في الدم، ويبتدي يحصل له ديبوزيشن في الجوينت. ادي الجوينت اهو، يبتدي اليوريك اسيد علشان تركيزاته عاليه، يبتدي يحصل له ايه، يبتدي يحصل له ديكومبوزيشن، يبتدي يحصل له ديبوزيشن قصدي ديبوزيشن في الجوينت، ويبتدي يعمل سيفير انفلاميشن. استخدامه لل كجروس ريجوليتور، المفروض احنا عارفين ان الخليه بيبقى فيها 2N او اسمها دابلويد. هو لما بنرش النبات بالكولشيسين بيبتدي يحصل حاجه اسمها تترابلويد، يعني الخليه بدل ما يبقى فيها 2N من الجينيتك انفورميشن هيبقى فيها 4N، وده بيخلي الليفز والفروتس تبقى اكبر من الطبيعي. تالت دراج هندرسه في الدراج كونتيننج الكالويدز الابيكاجوانا او جذور عرق الذهب. في منها نوعين، في بنقول عليها الريو او برازيليان ابيكاجوانا، او الكارتاجينا او البنما ابيكاجوانا، وكلهم من امريكا اللاتينيه. الريو برازيلي او البرازيلي ميكاجوانا بيبقى شكلها والديامتر اصغر من الكارتاجينا او البانما ايكاجوانا. بالنسبه للانوليشن او الحلقات اللي بتبقى في الجذور او في الريزوما بنلاقيها هنا كتير خالص في الريو. هنا الانوليشن او ترانسفيرس انوليشن او الحلقات الموجوده في الريزوم بتبقى اقل خالص.
الكارتاجينا او البنما كاجوانا بتبقى الديامتر بتاعتها اكبر واضخم في الحجم. والسلايد الجايه هنقول الفروقات ما بين التو تايب من الايبيكاجوانا. الاوريجين يا اما ممكن نستخدم الروتس او الروتس والرايزوم بتاع السيفيلس ايبيكاجوانا، قلنا اسمها سيفيلس ايبيكاجوانا اسمها الريو او البرازيليان ايبيكاجوانا، او السيفيلس اكيوميناتا، واكيوميناتا علشان شكل الورقه بتاعتها بتبقى رفيعه، بتسمى كارتاجينا او نيكاراجوا او بنما ايبيكاجوانا، وكلهم سواء البرازيليان او الكارتاجينا او نيكاراجوا او بنما كلهم موجودين في امريكا اللاتينيه. الفاميلي الروبيسي، ادي شكل الريو او البرازيليان ايبيكاجوانا، وادي الكارتيجينا او البنما ايبيكاجوانا. الريو نشوف الفروقات. الديامتر بتاع الريو ايبيكاجوانا من 1 لـ4 مليمتر، هنا من 4 لـ6.5 مليمتر، فعلشان كده بنلاقيها أدخن في الايه في الديامتر. الكالر بيبقى بريك ريد تو براون. الكارتيجينا بيبقى جريش براون، يعني لون براون مدي على رمادي شويه. الانوليشن قلنا في الريو برازيليان كتير خالص، شايفين كل ده انوليشن فيري كراودد. الانوليشن بيبقى ايه كل فين وفين ما نلاقي ايه انوليشن. لو شفنا في البودرة هنلاقي الستارش الديامتر بتاعها بيبقى 15 مايكرومتر، بالنسبة للكارتاجينا بيبقى الديامتر بتاعها 20 مايكرومتر. بالنسبة للاكتيف كونستيتوانت في الريو برازيليان الايميتين اكتر من السفالين. الكارتاجينا هو البنما ايبيكاجوانا الايميتين بيبقى اقل من السفالين، بيبقى السفالين بيبقى اكتر. للاكتيف كونستيتوانت بتاع الايبيكاك روت او الايبيكاجوانا فيها الكالويدز اللي هو الايميتين والسفالين. الايميتين جايه من اسم الايفكت بتاع الدراج اللي هو الايميتك او المقيئ، اميسيز يعني دراج مقيئ او بيعمل قيء، وده لاستخدام فارماكولوجيكال في الناس اللي عندها بويزنينج، بيبقى محتاجين نخرج الدواء او التوكسيك او البويزن اللي العيان بلعه، فبنديله حاجات مقيئه علشان يطرد الايه الحاجات التوكسيك. الايميتين والسيفالين، مع ان الايميتين اسمه ايميتين مع انه ليس ايميتك افكت، يعني السيفالين ليه ايميتك افكت اكتر من الايميتين، ممكن يعتبر اكتر واكتر من الايميتين 10 اضعاف. الميديسينال اكشن اند يوزز، بيستخدم كايميتك يعني مقيئ في هاي دوزز، في هاي دوز حوالي من نص لاتنين جرام من الروت او الريزوم. ومشهور خالص لما نبتدي ندرس التوكسيكولوجي او علم السموم اللي هو الابيكاك سيرب، اللي هو سيرب معمول علشان يخلي الناس تعمل فوميتنج فتطرد التوكسين او البويزن اللي هي عملت له انجيشن. الجرعات الاقل من كده بتستخدم كاكسبكترانت، الجرعات بتبقى ايه عشر الايميتك دوز. الايميتين والسفالين عرفوا اللي ليهم انتي بروتوزوال اكتيفيتي، يعني بيموت الطفيليات، علشان كده بيتاخد في الناس اللي عندهم اميبيوسيس او الاميبا، اللي عندهم انفكشن بالاميبا سواء ديزنتري او هيباتيك. الدراكس دي اللي موجوده في الماركت المصري بتستخدم فيها الايبيكا تنكشر او الايبيكا جوانا تنكشر از اكسبكترانت،
الكوفاكس، السولفين، برونكستال، الكولدال، الفينرجان، كل الحاجات دي تعتبر أشربة أو سيرابس بتستخدم كإكسبكترانت وموجود فيها الإبيكا. رابع دراج من دراجز سابترينيان اللي فيهم الكالويدز اللي هو الراولفيا أو الإنديان سنيك روتس. دي شكلها. الأوريجين dried roots and rhizomes of Rauwolfia serpentina family abusinaceae. بالنسبة للأكتيف كونستيتوانت لازم يبقى فيه الكالويدز، احنا شغالين في الالكالويدز. اسم الالكالويدز في مجموعة كبيرة من الالكالويدز أشهرهم الريزرمين، الريزربين والأجمالين. الريزربين لي أنتي هايبرتنسيف أكتيفيتي والأجمالين لي أنتي أرزميك أكتيفيتي. ليه انتي ارزميك اكتيفيتي شبه اللي كانت في الكينيدين اللي احنا كنا درسناها في السنكونة في البارك اند وود. الميديسينال اكشن اند يوزز قلناها واحنا بنقول الاكتيف كونستيتوانت لي انتي هايبرتنسيف اكتيفيتي، لي ترانكلايزر اكتيفيتي، ولي انتي ارزميك اكتيفيتي. انتي هايبرتنسيف علشان وجود الريزربين، ترانكلايزرز اكتيفيتي او ترانكلايزنج اكتيفيتي علشان وجود الريزربين، انتي اريزميك اكتيفيتي علشان وجود الاجمالين. في دراكس موجوده في الماركت المصري وموجود فيها ريزربين وبتستخدم كانتي هايبرتنسيف ايجنت زي البرينردين والهايبوتان. اللي هو الاكونايت او جذور خانق الذئب، وده ليه طرفة تاريخية لبعض المؤرخين اللي أرخوا لفترة الثورة 23 يوليو ونكسة 67. ذكروا ان عبد الحكيم عامر تسمم او انتحر بالاكونايت. درايد الاوريجين درايد تيوبرس روت اوف الاكونيتام نابلس فاميلي رانان كوليسي. ده للاكتيف كونستيتوانت برضو في الكالويد، والالكالويد برضو اسمه جاي من اسم النبات، او النبات اسمه اكونايت فالالكالويد اسمه اكونيتين. في بعض الالكالويد التانية غير الاكونيتين، بس اكبر نسبة اللي هي الاكونيتين حوالي 30% من التوتال الكالويدز الموجودة، علشان كده هنهتم بيه بس. الميديسينال اكشن واليوزز، الاكونيتين بيعتبر ستيمولانت للبريفرال نيرف، بيعمل ستيمولاشن او تحفيز للبريفرال نيرف وفولو باي ديبريشن، يعني بيحصل بعد كده باراليسيس للنيرف او يحصل تخدير للنيرف، علشان كده بنستخدمه في بعض الامراض اللي بيبقى فيها الم، اللي هو يعمل ستيموليشن بعد كده يعمل تخدير للعضو ده. بيستخدم لوكالي في تنشر فورم، علشان استخدامه الانترنالي ليه توكسيك اكتيفيتي عاليه جدا. اللوكالي بيستخدم في الفيشيال نيورولوجيا اللي هي التهابات الاعصاب الوجه، في التهابات الروماتيزم، في توساك اللي هو بيعمل ستيموليشن للبريفرال نيرف فولود باي ديبريشن. بيستخدم غالبا لوكالي علشان التوكسيك اكتيفيتي بتاعته، بس ساعات بيستخدم انترنالي في بعض الهايبرتنسيف كرايسيس او ارتفاعات الضغط، لما يكون القلب بيضخ كميات اكبر من العادي في من الدم، فبيعمل سيفير هايبرتنسيف كرايسيس او الايه او ارتفاع كبير في الارتيريال تنشن او الضغط الوريدي او الضغط الشرياني. وده استخداماته كلينيكالي قليل جدا دلوقتي. اخر دراج معانا اللي هو الكالومبا روتس، وده نبات بيستخدم ك
فيتارستو ماشيك وتونيك، علشان الايزوكينولين انكالويد والفيتر برينسيبل اللي فيه بتدي المرارة، اللي هي بتزود السكريشن بتاعت الجاستريك سكريشن والسلايفا، فتزود الابيتايت وتزود الايه وتزود الدايجيشن. الاوريجين بتاعه درايد روت اوف الجات رايزا بالميتا، وطبعا زي ما احنا قلنا بالميتا جاية عشان شكل الورقة بتاعته ايه بالميتيت، شكل الورقة ايه بالميت، وهو يبقى الجاتورايزا بالميتا علشان شكل الورقة بالميت. فاميلي من سبرميسي برضو الكالويد، وفي بيتر برينسيبال، وهم دول اللي بيدونا البيتر ستوماشيك اكتيفيتي، علشان البيتر تيست بيزود الجاستريك سكريشن والسلايفيشن فيزود الابيتايت. وكل سنة وانتم طيبين.